وإننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثني عليه على ما يسر لنا من رشد وصلاح الأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان، ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء. نسأل الله أن يمدنا بعونه ويؤيدنا بتوفيقه كل ما فيه خير عمان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.